فقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا كررها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانظر رعاك الله هذا الارتباط الوثيق والصلة العظيمة بين السعادة وتجنب الفتن، وأن تجنب المرء للفتن ومباعدته عنها وعدم استشرافه لها باب من أبواب السعادة ومسلك عظيم من مسالكها، وحظه من هذه السعادة المشار إليها في هذا الحديث بحسب بعده عن الفتن، فكلما كان عن الفتن أبعد كان أحظى بهذه السعادة، وكلما كان إلى الفتن أقرب كان أحظى بالشقاء والهلاك. وانظر هذا المعنى جليا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فانظر كل ما كانت المباعدة عن الفتن أكبر كل ما كان أحظى بالسعادة وأسلم من الهلاك، وكل ما كان إلى الفتن أقرب القائم أقرب للفتنة من القاعد.